أفضل الصلاة بسراري مخفية أحيت كل عالم الحياة حوري إنسي وعليها أفضل الصلاة بسراري مخفية أحيت كل عالم الحياة عالم الحياة حورية إنسية وعليها أفضل الصلاة بسرار مخفية أحيت كل عالم الحياة حورية إنسية وعليها أفضل الصلاة بسرار مخفية أحيت كل عالم الحياة حواء ولا مريم لا بل أشرف وأعظم أعني فاطمة الزهراء بها الباري بس يعلم حواء ولا مريم لا بل أشرف وأعظم أعني فاطمة الزهراء بها الباري بس يعلم سبحان من قدر أوحى الزهر بالكوثر بلغها جبرائيل والمصطفى استبشر جسمي بالمنظر ولاهوت القدوس يظهر لو بردة التشكيل ترفع عن الجوار بضع من المصطفى أحمد صارت واحدة أوحد بضع من المصطفى أحمد صارت واحدة أوحد جاءت فاطمة آية من سموها من علاها الله عن نسى اصطفاها للخليقة بيها باغة وهدها الجليلة طاغة سيدة نسوة سائر الأزمان سيدة نسوان سائر الأزمان سر من الأزل مبهر حورية إنسية وعليها أفضل الصلاة أحيت كل عالم الحياة بالعالم الأعلى ويا الباري متصلة بلا واسطة وإيحاء تروي عن المولى متكللة بفضلة وبأنوار متمثلة مش كاتل علي علي به الفردوس طاب نعيمها وفي بغضه النيران شب جحيمها علي به الفردوس طاب نعيمها وفي بغضه النيران شب جحيمها فلولاهما كانت لنا جنة ولا لأعدائنا نار يشب جحيمها ولايته أم الكتاب
لذا غدا لها تاليا حيث الكتاب فطيمها. لقد كان حكم الأنبياء مقيدا بأحكامها حيث الوصي حكيمها. بها رفع الله السماوات مثلما دحى الأرض فيها فاستقام أديمها. علي هو الباب الذي مبتلى به وحطة من فوق الثرى ورحيمها. شربن عظامي حبه قبل نشأتي ليحيا بها يوم المعاد رميمها. أروم معانيه وهيهات نيلها، وأعلم قد عزت على من يرومها. ولكن في تكريرها في بصيرتي أنال الشفاء فيها لأني سقيمها. يقولون لي صف ذاته إن تودها، ولن يصف الحسناء إلا نديمها. وإن قيل لي كني ببعض شؤونه أجبتهم سمعا فأني عليمها. به نسمات المرسلين تطيبت، وفيه جنان الخلد طاب نسيمها. خليفة كل المرسلين ووارث، ولكنه في الكائنات قديمها. فلا يذهبون التيه شيعة حيدر كأمة موسى مذ دعاها كليمها. ففي النشأة الأولى علي إمامها، وفي النشأة الأخرى علي زعيمها. أيخشون في يوم القيامة كبوة، وحيدرة عند العثار مقيمها. بيمناه ينجي من يواليه من لظى، كما أن في يسراه يلوى شكيمها. له كعبة طافت عليها بنو الرجا، وطاف عليهم بانعطاف حريمها. وجوبا على كل الموالين من بها تحج له بعد الممات جسومها. تطوف به سبعة تلبي ولاءه، قلوب بكفيه تربى صميمها. يقصر من عظم الخطايا بقصده خطاها لكي ينحط عنها عظيمها. كأن السماء في ضمنها وهي عرشها، ولكن بها كرسيه وعليمها. وأن الثريا قد تجلت بأفقها، وطافت على عرش العقول نجومها. وإن الثرى وادي طوى حيث نورها أحاط بها والناس كل كليمها. أحاط بها والناس كل كليمها. لعلع بباب علي أيها الذهب، واخطف بأبصار من سر ومن غضب. لعلع بباب علي أيها الذهب، وقل لمن كان قد أقصاك عن يده، عفواً إذا جئت منك اليوم أقترب. وقل لمن كان قد أقصاك عن يده، عفواً إذا جئت منك اليوم أقترب. لعل بادرة تبدو لحيدرة أن ترتضيك لها الأبواب والعتب. ما قيمة الذهب الوهاج عند يد، على السواء لديها التبر والترب. لعل بباب علي أيها الذهب، قم وانظر العدل قد شيدت عمارته،
الجور عندك خزي بيته خرب. قم وانظر العدل قد شيدت عمارته، والجور عندك خزي بيته خرب. قم وانظر الكعبة العظمى تطوف بها حشد الألوف وتجثو عندها الركب. ما قيمة الذهب الوهاج عند يد على السواء لديها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليكم أحبتي الكرام مشاهدي قناة كربلاء الفضائية أينما كنتم، ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم بكل خير، ومرحبا بكم معنا وبرنامج يا أمين الله من مدينة النجف، من داخل حرم مولاي وسيدي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الأيام نحيا أيام ولادة الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها، حيث أقيمت الكثير من المهرجانات والاحتفالات الخاصة بهذه المناسبة السعيدة. أسعد الله أوقاتكم، ورزقنا الله وإياكم شفاعة وزيارة أمير المؤمنين والزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليهما. مشاهدينا الكرام، أرقام الهواتف ستظهر أمامكم أسفل الشاشة، بالإمكان الاتصال والتواصل معنا وأداء الزيارة والسلام على سيدي ومولاي أمير المؤمنين عليه السلام. الأرقام واضحة أمامكم، والآن بالإمكان الاتصال وطلب الشفاعة من أمير المؤمنين، وطلب الشفاعة بالدعاء للجميع، والشفاعة عند الله سبحانه وتعالى لقضاء الحوائج وشفاء المرضى بإذن الله تعالى، وبشفاعة مولى المتقين أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. عندنا اتصال أول. سلام عليكم، أم علي من النرويج. السلام عليك يا أمين الله. علي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى رجيعيك آدم منوح. السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح. السلام عليك يا ابن عم الرسول. السلام عليك يا زوج البتول. السلام عليك يا فحل البخول. السلام عليك يا أمير المؤمنين أبو الحسن والحسين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبو الحسن يا علي. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله يا سيدي يا مولاي يا أمير المؤمنين يا أبو الحسن علي. لأهنئكم بولادة فاطمة الزهراء، هذا أسبوع، أسبوع العقاب، أسبوع سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء. أسبوع مبارك علينا وعليكم إن شاء الله، هذه الولادة المباركة إن شاء الله شفيعتنا وشفيعتكم إن شاء الله الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها. إن شاء الله رحم الله والديكم إلهي بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها. عجل لوليك الفرج يا الله، اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره. اللهم آمين. ومن أعوانه. آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. أي والله. تعجيل الفرج أفضل الدعاء. أي والله. شافي مرضاكم علي إن شاء الله. شفاء المرضى قضاء الحوائج. بشفاعة علي والزهراء. كل مريض وشافي مرضاني. أي والله. أي والله علي والزهراء. سلام الله. ولايتكم متمسكين بكم يا سيدي يا مولاي يا أبا الحسن يا علي. متمسكين بيكم يا أمير المؤمنين يا أبو الحسن يا علي. دوام التمسك إن شاء الله، دنيا وآخرة. زيارتك إن شاء الله بالدنيا وشفاعتك بالآخرة يا سيدي يا مولاي. مكتوب لكم إن شاء الله زيارة أم علي، الله يحفظكم إن شاء الله، مكتوب لكم زيارة. رحم الله والديك، يما يعطيكم العافية. يعطيك العافية. الدعاء والزيارة. الله يخذي حوائجكم إن شاء الله بالإنابة عن الجميع. أنتم خلود عندي مريضة، الله يشافيها، الله يشافيها. رحم الله والديك، شافي الجميع يا ربي، ويسلم الغفران. يحفظكم.
الله يرضى عليكم ان شاء الله ويوفقكم لهذه الخدمه ويجعلكم من انصار صاحب الزمان. نسال الله القبول بحق امير المؤمنين وفاطمه الزهراء. الله يتقبل منا ومنكم ان شاء الله. حياكم الله. الله يحييكم. الله يحفظكم. يسلمكم يا امين الله. ان شاء الله اداء زياره بالنيابه عنكم جميعا ان شاء الله باذن الله تعالى. سلام عليكم. ام طيبه من بغداد سلام عليكم. رضا من بغداد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. 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 السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا أمير المؤمنين الذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخ رضا ويانا. سلام عليكم أخ رضا. الله يتقبل أعمالكم. نعم انقطع الاتصال ويا الأخ رضا. نعم نعم أم شوقي. بلي سلام عليكم. السلام عليك يا أمين الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبو الحسن يا علي. يا سيدي يا مولاي يا أبو الحسن يا علي يا علي. أنا عليا مظهر العجائب تجدها عونا لك في النوائب. كل هم وغم سينجلب ولاتك يا علي. السلام عليك يا سيدي يا مولاي. السلام عليك وعلى رسول الله. السلام عليك وعلى فاطمة الزهراء. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبو الحسن. شاف وعاف كل مريض. آمين. بحق محمد شافي مرضاكم إن شاء الله. ويشافيكم بحق محمد وآل محمد. شافي كل مريض. أي كل مريض إن شاء الله بحق محمد وآل محمد. آمين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا أبو الحسن يا وديها عند الله. اشفع لنا عند الله. وأزور صالة عني وعن والدي ووالد والدي. عن صاحب العصر والزمان. وعن السيد علي السستاني وديك والحشيد. والقوات الأمنية والشهداء وأهدي الزوجي والأولادي والبناتي والأخواتي والأخواني ولجميع من يسمع صوتي ولا قناتكم وأنا ما ناسيتكم إن شاء الله بالدعاء. الله يحييك أم شوقي. أيوة متفضلة العافية بحق محمد وآل محمد. ربي يحفظكم يرعاكم. أدي أسماء أريدك تسجلهم ولو زحمة عليك. خدمتكم خادم ربك رحم الله والديك. سيد خضير بالشفاء وسيد شفاء كذلك كلهم مرضى والطفل المهدي وام جاسم هند بنت محمد وام علاء وام نوال وام ستار وجميع المرضى بحق محمد وال محمد وجميع جيراني. امين. الله يحفظكم ويتقبل اعمالكم ان شاء الله ويرزقكم الزياره ان شاء الله وقناتكم بحق محمد وال محمد بشفاعه علي بن ابي طالب ان شاء الله. الله يحفظكم حياكم الله وشفاعتك بالآخر. آمين يا رب العالمين لنا ولكم إن شاء الله. شكرا حياكم جزيلا الله. حياكم الله. الله يتقبل أعمالكم يقضي حوائجكم إن شاء الله. الأخت ليلى من الموصل سلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. 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 السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. السلام عليك يا أبا الحسن والحسين. السلام عليك يا زوج البطول. السلام عليك يا أخ الرسول. السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك عليك يا سيدتي يا مولاتي يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا أمير المؤمنين علي الكرام. السلام عليك يا إمامنا الحسن. السلام عليك يا إمامنا الحسين. السلام عليك يا سعد المعصومين والمؤمنين الحسين. السلام على فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك إلا وقضيت من حوائج الدنيا والآخرك يا الله. إلهي بحق فاطمة الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك إلا وقضيت لنا حوائجنا الدنيا والآخرة. الله يخلي حوائجكم أختي الكريمة إن شاء الله بشفاعة أمير المؤمنين. الله بحق أمير المؤمنين يا الله. شافي مرضانا داوي جرحانا ارحم شهداءنا وحسن الشعب المحدث وقواتنا الأمنية وسيد علي حسين السستاني ببركة محمد وآل محمد. حجل لنا ظهور مولانا صاحب العصر. آمين يا رب العالمين. واجعلنا من أنصاره وأعوانه وأشياعه والمستشهدين بين يدي يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد الطيبين الطاهرين. اللهم بحق محمد وآل محمد اقضي لنا حوائجنا الدنيا والآخرة. الله يقضي حوائجكم الدنيا والآخرة إن شاء الله بشفاعة أمير المؤمنين. سجل اسمي للشفاء والعافية. الله يشافيكم ويعافيكم إن شاء الله.
اسم والدي للشفاء والعافية. نعم. واسم والدي الله يرحمه، واسم أخواني وعوائلهم وأخواتي عوائلهم، واسم خالي أبو هاني للشفاء والعافية. الله يشافي جميع مرضاكم إن شاء الله بحق أمير المؤمنين. إن شاء الله. اللهم آمين. الله يخلي حوائجكم. حياكم الله. الله يسلمكم يحفظكم. أم جاسم من البحرين سلام عليكم. جاسم من البحرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد الوصيين وأبا الحسن والحسين وقدوة العارفين. السلام عليك حيدرة الكرار. أي السلام عليك يا الفارس المغوار. السلام عليك يا حمي الجار. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا مصلي مع النبي في القبلتين. السلام عليك يا من ردت له الشمس مرتين أبو الحسن والحسين وأبو محمد أبو الفضل العباس. السلام عليك وعلى ابن عمك محمد المصطفى. السلام عليك يا علي المرتضى. السلام عليك وعلى أم المؤمنين خديجة الكبرى. السلام عليك وعلى حليلتك فاطمة الزهراء وأم البنين. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح. السلام عليك وعلى جارائك هود وصالح. السلام عليك وعلى أولادك الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم ورحمة الله وبركاته. أشهد يا أمير المؤمنين إنك أقمت الصلاة وأتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وجاهدت في الله حق جهادي حتى أتاك اليقين. فلعن الله من هداك وتجر عليك يا أمير المؤمنين. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. آمين يا رب العالمين. الله يطول عمرك يحفظك موفقين لكل خير. الله يحفظك. الله يخلي حوائجكم جميعا. في حوائجهم يا الله. آمين. المؤمنين إليكم ولمقدم البرنامج. ربي يسلمكم ويحفظكم متفضلين. الله يرضى عليكم إن شاء الله. ادعوا للمؤمنين لحج أحمد وحج عبد علي ومفاضل وصديقة وكمي ومحمد والي وزهرة بتحوى وإلى روح وضري حج عيد وفاطمة زوجته. يا الله يا محمد يا علي. الله يخلي حواسكم جميعا. حج أحمد والحج أمينة ولجميع المؤمنات المؤمنين والشفاء والصحة لجميع المرضى. آمين. المرضى آية الله يصلهم بالصحة والعافية. ربي يحفظكم يخلي حوائجكم يشافي مرضاكم يطول عمرك ويطول أعماركم جميعا. حياكم الله. حياكم الله. الزموا الطريق أمير المؤمنين وقولي له البحرانية تقولي لك وسلم عليك صح. في حاجة في حاجة الله صوتك وصل إن شاء الله. نداءك وصل إن شاء الله. هو السامع أمير المؤمنين يخذي حوائجكم إن شاء الله بشفاعته إلى الله سبحانه وتعالى. لا يسلم أخباركم ولا جعلهم يسلمكم يخذي حوائجكم يحفظكم. السلام عليك أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيد الوصيين. أسأل الله ثم العاد عليكم جميعا. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. حياكم الله. الله يحفظكم جاسم يخلي حوائجكم إن شاء الله. زيارة مقبولة. الله يخلي حوائجكم شافي مرضاكم بالنيابة عن الجميع. أم حسن من بغداد سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله في أرضه. السلام عليك يا سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا مولاي خالق باب خيبر. حاضر لك نتوجه لك. الله يتقبل أعمالك أختي الكريمة. الله يحفظكم ويسلمكم. عند الله اشفع لنا عند الله يا أمير المؤمنين. جئتك طلابة وريدها منك يا مولاي. الله يخلي حواسك إن شاء الله. يجب طلع سالم ظالم. جئتك يا مولاي يا أمير المؤمنين. ما أدنى غيرك نتوجه فيكم عند الله. اقضي حوائجنا وحوائج المؤمنين جميعا وشافي كل مرضاكم. آمين يا رب العالمين. يقضي حوائجكم يشافي مرضاكم يسلمكم والثبات على ولاية أمير المؤمنين. يا الله يا حبيبي
جاهك يا أمير المؤمنين، طلبت منك وريده منك. بخلي حاجتكم إن شاء الله. من نفسك يا أمير المؤمنين، وريده منك يا مولاي. يقضي حوائجكم إن شاء الله، إن شاء الله بشفاعة أمير المؤمنين مقضي حوائجكم ومشافي مرضاكم إن شاء الله. وهذه الليالي المباركة، الليالي خاصة بولادة الزهراء البتول، نسأل أمير المؤمنين بحق الزهراء عليه، بحق الزهراء عليه أن يقضي حوائجكم جميعا إن شاء الله. ما عدنا غيرهم بس الله. بدون زحمة أريد تسجل لي اسمه بذياب الشباك. صح الوالدين. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله تعالى. أمير اسمه أمير ابن زين العابدين. إن شاء الله إن شاء الله مقضية حوائجكم إن شاء الله. أم حسن حياكم الله. زمن من ميسان، سلام عليكم. وعليكم السلام والرحمة. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا وصي رسول رب العالمين. السلام عليك أيها النبأ العظيم. السلام عليك يا أسد الله الغالب. السلام عليك يا يعتوب الدين. السلام عليك يا شجرة التقوى. السلام على النجم اللائح وصراط الواضح ورحمة الله وبركاته. يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. اشفع لنا عند الله. بجاه أمير المؤمنين شافي مرضى المؤمنين والمؤمنات ومرضانا من معاهم، واقضي حوائج المؤمنين والمؤمنات وحوائجنا من معاهم. آمين آمين. استاذ بكي سجل اسمي رحم الله والدي. سجلنا اسمك إن شاء الله ومقضي حوائج. سجل أمر قضاء حائز. الله يقضي حوائجكم جميعا للدنيا والآخرة. إن شاء الله رحم الله والديك، ونسألكم زيارة لي والوالدي والأهل. نسأل الله القبول إن شاء الله بالنيابة عنكم جميعا، اللي تواصلوا ويانا اللي اتصلوا واللي شاهدنا وشيعة أمير المؤمنين. إن شاء الله زيارة بالنيابة عنكم جميعا للجميع. الله يوفقكم من هذه الخدمة المباركة. ربي يحفظكم. نسأل الله القبول. حياكم الله حياكم الله. خذ زمن. أم إحسان من بابل، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. الله السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا سيدي ومولاي. السلام عليك في أرضي وحجته على عبادي. السلام عليك يا أمير المؤمنين يا أبا الحسن يا علي. السلام عليك يا فحل الجحود. السلام عليك يا ابن عم الرسول. السلام عليك يا زوج البتول. السلام عليك وعلى ضجيعك آدم ونوح. السلام عليك وعلى جارك هود وصالح. السلام على علي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ذرية الحسين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا فاطمة الزهراء وولادتها الميمونة، إن شاء الله شافي كل مريض. آمين. يقضي حوائجكم شافي مرضاكم إن شاء الله. ما أنت ذرية يصير ذرية صالحة. آمين آمين للجميع. إي والله دينا يعطيك الصحة والعافية. عندنا مرضى تسجلهم، عندنا أم علاء في الشفاء، أم هيفاء هي وعائلتها، أم حسان وعائلتها. الله يخلي حوائجكم إن شاء الله شفاء العاجل لمرضاكم مرضى المسلمين جميعا. ناجع علي المظهر العجاب تجدها عملتك في النوار. الله يخلي حوائجكم حق مولاي أمير المؤمنين. حياكم الله. يا علي يا علي رحم الله والديك. حياكم الله. الله يسلمكم يحفظكم إن شاء الله. يحفظ هاي القناة المباركة. ربي يحفظكم متفضلين. يحفظ أولادكم. الله يسلمكم يحفظكم يعطيك العافية أختي الكريمة. الله يسلمكم حياكم الله. الله يسلمكم يحفظكم. نعم إن شاء الله مقضية حوائج الجميع وشفاء المرضى للأخوة والأخوات اللي تواصلون ويانا بشفاعة أمير المؤمنين عند الله سبحانه وتعالى. وما ننسى أخونا وزميلنا الأستاذ أحمد الفتلاوي إن شاء الله صحة وسلامة وعافية والعودة إلى برنامج أمين الله في الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى. هذا البرنامج مستمر إن شاء الله مشاهدين الكرام من مرقد مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه. نعم عندنا اتصال أخت أم أحمد من بابل، سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبو الحج. عليكم السلام. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا سيدي يا مولاي.
لأنك ومبارك ولادك الزهراء يا مولاي، أختم عليك الزهراء تقضحاتي يا مولاي، حديتهم وحاسين أبو الحسن راني مريض. أي والله أي والله حاسين. أي والله يا أبو الحسن حاسين. أي والله يعني مريضة يا أبو الحسن جيب لي زيارتك. الله يتقبل أعمالكم، حياكم الله. إن شاء الله. هاي نسجل اسمنا بباب الشباك وصلي لي ركعتين، رحم الله والديك، الله يوفقك. أي والله يا أبو الحسن ما عاد غيرك يا أبو الإيتام. الله يتقبل أعمالكم وإحنا نشافي مرضاكم ويقضي حوائجكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. إن شاء الله أجمعين، رحم الله والديك. ربي يسلمكم ويحفظكم ويتقبل أعمالكم، وأهم دعاء الثبات على ولاية أمير المؤمنين وشفاعته في الدنيا والآخرة. الله يرزقكم الزيارة. الله يقضي حوائجكم ان شاء الله الدنيا والاخره. ركعتين عين الاستاذ باب الشباك ودعينا باب الايتام. ان شاء الله شفاء وعافيه، شفاء وعافيه ان شاء الله، خير وبركه عليكم جميعا بهذه الايام المباركه، ايام السيده الزهراء سلام الله عليها. نعم، عندنا اتصال لاخت ام تحسين من ميسان، سلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليك يا امين الله. السلام عليك يا امين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين وسيد المصريين. السلام عليك يا صحل الفحول. السلام عليك يا ابن عم الرسول. السلام عليك وعلى فاطمة الزهراء. السلام عليك وعلى أمك فاطمة بنت أسد. السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح. السلام عليك يا مولاي يا أمير المؤمنين، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله. آمين يا رب. يا مولاي يا أمين الله، أقضي حاجة كل محتاج. آمين. يا أمير المؤمنين، يا سيد المرسلين. اللهم عجل فرج قائم محمد وآل محمد بحق سيدة مولاتي فاطمة الزهراء. آمين يا رب العالمين. اللهم شافي كل مريض، أقضي حاجة كل محتاج. اللهم عجل فرج قائم محمد وآل محمد. الله يحفظكم ويقضي حوائجكم ان شاء الله. الله يخليك. اسم زوجي واولادي وبناتي احفادي، اكتب اسم بنين رحم الله والديك على مود الامتحانات وسلطان ابو الحسن. الله يسهل امورهم ان شاء الله جميعا. يسهل امورهم ان شاء الله، سهل. الله يخليك شفاعه امير المؤمنين. ربي يحفظكم يسلمكم، حياكم الله. حياكم الله. اللهم يقضي حوائجكم ويقضي حاجه كل محتاج. يقضي حوائجكم ان شاء الله بركه امير المؤمنين وشفاعته عند الله سبحانه وتعالى. الاخت ايه من الدجيل سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليك يا امين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي. السلام عليك وعلى رجعيك آدم ونوح. السلام عليك وعلى جاريك هود وصالح. السلام عليك وعلى الملائكة الحافين بقبرك الشريف. السلام عليك يا صحل الفحول. السلام عليك يا زوج البتول. السلام على أسد الله الغالب علي بن أبي طالب. السلام على يعسوب الدين. السلام على صاحب الفقار. السلام على حيدر الكرار. السلام على فاطمة الزهراء أم الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة. السلام على أم أمير المؤمنين فاطمة بنت أسد. السلام على قسيم الجنة والنار سيدي يا مولاي يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين يا علي ابن أبي طالب يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا. إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. نادي علي مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب. كل هم وغم سيجري بعظمتك يا الله بنبوتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. اللهم بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبحق السر المستودع فيها. اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم شافي وعافي كل مريض. اللهم اقض حاجة كل محتاج. اللهم ارزقنا زيارة أمير المؤمنين في الدنيا وشفاعته في الآخرة. أستاذ نسألكم الدعاء والزيارة وصلاتكم ودعواتكم لعبد الله بالشفاء العاجل من مرض السكر والعباس. وإن شاء الله قضاء حوائجكم وشفاء مرضاكم ويوفقكم ويحفظكم الكادر ويقضي حوائجكم وشافي مرضاكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمد من بغداد سلام عليكم.
السلام عليكم. السلام عليكم يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام على أمير المؤمنين. السلام على أحباب خيب. وإذا تفكيني بالضريق مريض ويدعيني بالشفاء العاجل بكل الشفاء العاجل إن شاء الله. الله يشافيكم ويعافيكم ينطيكم صحة والعافية. يا أيادي دعيني يم بالضريق يم أمير المؤمنين. صعب خدمتكم إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. يا فعل الفحول يا أمير المؤمنين. يا رب كل شيء تريده لي ايادي اليوم دقه الشفاء العاجل ان شاء الله شفاء مرضاك يا المؤمنين اليوم دقه بابك واريد جوابك يا الله يا امير المؤمنين يا امير المؤمنين يا حصار خيبر يا امير المؤمنين شافي لي ايادي تريده تدعي لي يا امير ان شاء الله شفيعكم امير المؤمنين شفيعكم امير المؤمنين شفع لنا بالدنيا وبالاخره يا امير المؤمنين شفع لي يا امير المؤمنين لا يفادي يا امير المؤمنين ربي يشافيكم ان شاء الله صحة وعافية وطلعنا من هاي المحنة يا امير المؤمنين الله يفرج عنكم ان شاء الله يفرج عنكم ان شاء الله يا امير المؤمنين اليوم جبابك وريد جوابك ان شاء الله ان شاء الله تحت فاطمة الزهراء سلام يا فحل الفحول اريدك اليوم جبابك وريد جوابك ان شاء الله مقضية حوائجكم بشفاعة أمير المؤمنين حياك الله إن شاء الله تدعي لي يا أمير المؤمنين بالشفاء العاجل الأيادي يا الله يا أمير المؤمنين يا وجيها عند الله حياكم الله محمد إن شاء الله مقضية حوائجكم بالشفاء العاجل إن شاء الله خدمتكم خدمتكم وتكتب لي اسم حمودي بالشفاء ابن أختي الله يرضى عليك ان شاء الله الله يرضى عليكم ويتقبل اعمالكم ثبات على ولايه امير المؤمنين تدعي لي امير المؤمنين ان شاء الله ان شاء الله يا الله ان شاء الله والديك الله حياكم الله حياكم الله ان شاء الله خير ان شاء الله الله يقضي حوائجكم ابو حسين من بغداد سلام عليكم سلام عليكم السلام عليك يا امين الله 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 السلام على فاطمة وابيها وعلى وبنيها والشر المستودع فيها بعد ما عاتها بها السلام على نادي عليهم من ضل تلي عونهم في النواب كل هم وغم ينجلي بولاتك علي يا علي السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى اصحاب الحسين السلام على قمر العشيره بالفضل العباس السلام على عقيلة زينب جبل السلام على ام البنين ورحمه الله وبركاته اخونا ابن حوائج شفاء مرضى بحق ربي يخلي حوائجكم ان شاء الله بشفاعه امير المؤمنين ان شاء الله مقضيه حوائجكم بشفاعه امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الله يخلي حوائجكم ان شاء الله زياره بالنيابه عنكم جميعا ودعاء لقضاء الحوائج لكم جميعا وشافي مرضاكم حوائجكم للدنيا والاخره وشمس وحسين وجاسم مرحوم سعيده حياكم الله الله يحفظكم ابو حسين الله يسلمكم محمد من السعودية سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمين الله يا فاطمة الزهراء يا أمين الله يا أمين الله يا أمين الله السلام عليك يا أمين المؤمنين السلام عليك على ضبيعك آدم ونوح السلام عليك على جرائك هون المطال السلام عليك يا أسعد الله السلام عليك يا فحر السفر السلام عليك يا زوج البتول السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا حجة الله على سيدنا مولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوصلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله ممكن سجل أسماء بخدمتكم أخ محمد الله يحفظكم يقضي حوائجكم سيد محمد أخوة ثلاثة سيد محمد بالذرية والوان السيد صالح بساعة الرسل وقضاء الحاجة رزقنا الله يا مولانا في الدنيا زيارتك وفي الآخرة شفاعتك والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يقضي حوائجكم للدنيا والآخرة ويرزقكم الزيارة ويرزقكم الشفاعة شفاعة أمير المؤمنين في الدنيا والآخرة الله يقضي حوائجكم جميعا ويشافي مرضاكم ويسلمكم والزيارة إن شاء الله للجميع حسين من واصل سلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمين الله السلام عليك يا أمير المؤمنين أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم حتى دعاك الله إلى جواره وقبضك إليه باختيار وألزم أعدائك الحجة
مع مالك من الحجج البالغة على جميع خلقه. سيدي ومولاي يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين عليك بحق الزهراء. نعم بحق الزهراء، وهذه أيام الزهراء عليها السلام، أن تقضي حوائجنا. آمين للدنيا آمين، مقضية حوائجكم بحق علي والزهراء. الله يعطيك العافية ويسلمك، يسلمكم يحفظكم. سجل اسمك صبيحة وسليم وام علي وام محمد، وسجل اسم غدير ومحمد سعيد لقضاء الحوائج، ولا تنساني بالدعاء والزيارة إن شاء الله. اي والله جميعا جميعا رسول الله عليك يا أمير المؤمنين، وجاه الزهراء سيدة نساء العالمين، وبزينب وبالحسن والحسين عليهم السلام، أن تقضي حوائجنا وحوائج المحتاجين. مقضية حوائجكم إن شاء الله، مقضية حوائجكم. الله يعطيك العافية، ربي يسلمكم، ربي يحفظكم ويسلمكم. حياكم الله. يوفقك ويوفق الكادر. حياكم الله، يستر عليكم. ويطيب في أعماركم الخدمة أمير المؤمنين عليه السلام. نسأل الله القبول، نسأل الله القبول. الله يوفقكم. ربي يسلمكم أخي حسين. عليك يا سيدي ومولاي، ولا جعله الله آخر السلام عليك. يا سيدي ومولاي ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، حياكم الله أخ حسين. أم وسام من بغداد، سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا أمير المؤمنين. السلام عليك يا دليل الحائرين. السلام عليك يا علب الحسن. السلام على أمير المؤمنين أبو الحسن علي. السلام على رسول محمد. السلام على زوج البتول. السلام على زهرة أم الحسن والحسين. السلام على الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى أبو فضل العباس قمر العشيرة وعلى زينب الحوراء سيدة نساء العالمين. أريد أبو الحسن علي ثبتنا على ولاية أمير المؤمنين. أريد الشفاعة والعافية من الله وأهل البيت، يشافون كل مريض، ويشافون أحمد الفتاوي، ويشافون كل مريض مرضاكم، ويرحم موتاكم. وسجل لي سامي وسام وحازم وحازم وإناس ونورة وشذا مريضات بعد أمك يا يمه، فدوى أروح لك يا علي بعد قلبي. ربي يسلمكم يحفظكم أختي الكريمة، ويشاف مرضاكم ويحفظ موتاكم ويحفظ هاي القناة ويخلي حواسكم على السستان سيد علي السستان خيمة على العراق. نعم كله خيمة وعلى الشيعة على شيعة أمير المؤمنين. عدكم العافية وتصبحون ألف ألف خير. تصبحون على خير، مقضية حوائجكم للدنيا والآخرة في أمان الله، في أمان الله بشفاعة أمير المؤمنين. نعم عندنا آخر اتصال، الأخت نور من واسط، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا أمين الله. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمام يا أمير المؤمنين يا علي بن أبي طالب. السلام على الشجرة النبوية والدوحة الهاشمية المضيئة المثمرة بالنبوة المنقة بالإمامة. السلام عليك وعلى ضجعيك آدم ونوح وعلى جاريك هود وصالح. السلام عليك يا سيدي يا مولاي يا إمام يا أمير المؤمنين وعلى الملائكة المحتقين بك والحافين بقدرة الشريف. سيدي يا مولاي يا إمام يا أمير المؤمنين يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. السلام على سيدتي ومولاتي فاطمة الزهراء عليه السلام. السلام على سيدي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وآله. إلهي رزقنا في قريب العهد زيارة في الدنيا وشفاعة في الآخرة. اللهم عجل وليك الفرج والعافية ونفرج عن الله وأنصار وأعوانه. اللهم اشف كل مريض، اللهم اقض حاجة كل محتاج. إلهي اشف، إلهي ارحم والدي واغفر له بحق سيدنا أمير المؤمنين. الله يحفظكم إن شاء الله قادر قناة كربلاء المقدسة وقادر برنامج أمين الله. شكرا جزيلا لكم. حياكم الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يقضي حوائجكم جميعا ويشافي مرضاكم ويسلمكم إن شاء الله. شيعة أمير المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، مقضية حوائجهم شفاعة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الدقائق الأخيرة من البرنامج نستثمرها إن شاء الله بقراءة زيارة أمين الله، زيارة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، بالنيابة عن الجميع بالخصوص اللي تواصلوا ويانا واللي اتصلوا بينا إن شاء الله ومن شاهدنا في أي مكان إن شاء الله. مقضية حوائجكم وكل من قلدنا الزيارة وطلب من عندنا الدعاء إن شاء الله الزيارة بالنيابة عنهم وطلب الشفاعة من أمير المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده. السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه
واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابغ آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، والإغاثة لمن استغاث بك موجودة، والإعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء مطرعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي. أنت إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واقض حوائج المحتاجين وشفاء المرضى للجميع بإذن الله تعالى، وبشفاعة أمير المؤمنين وبحق الزهراء البتول صلوات الله وسلامه عليها. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة كربلاء الفضائية، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أمين الله، والعودة إن شاء الله في الأسابيع القادمة وحلقات جديدة من داخل ضريح وهذا المكان المبارك لمولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو مكان استجابة الدعاء، وهو مكان قريب من الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله الزيارة مرزوقة للجميع، والشفاعة من أمير المؤمنين لشيعة أمير المؤمنين. نتوجه بالشكر والتقدير إلى أمانة العتبة العلوية المطهرة وقسم الإعلام بالخصوص لما قدموه من تعاون ومساعدة لأداء هذا البرنامج، وفي كل أسبوع إن شاء الله هم التواقون لخدمة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساقي الكوثر وقاضي